هاد الفيلات كاينين هنا واحد سبعه الفيلات. هاد سبعه الفيلات في الاول كان البلان ديالهم قبل من 1901 قبل ما تكون لوطوروت، كان البلان ديالهم انهم كانوا بقاعي محاديين للطريق، كان عندهم طريق على اليمين وعلى اليسار. من بعد ملي جات لوطوروت تحذفوا وتغير البلان، تغير البلان انا رجعوهم واحد الظهر ديال هاد الفيلات، كلشي ولا كيشوف لوطوروت. وهما استدلوا بالحكم ديالهم باش حكموا علينا باش يريبوا لينا باش يدوزوا واحد الطريق اللي تحذفات من 1971. الطريق تحذفات دابا، هما جاو استدلوا بواحد البلان اللي قبل ما دار لوطوروت باش دوزوا علينا واحد الحكم اللي نفذوه في هاد السنه بالاكراهات، جميع الاكراهات. هذه هي الطريق اللي كانت قبل ما دار لوطوروت. هي الطريق اللي قبل ما دار لوطوروت. وملي دارت لوطوروت يعني تحذفات، ولا هاد الطريق هاد المقاعد ولاو هنا هما اللي داز وراهم لوطوروت من هنا. يعني هاد البقاع كلهم كان تغير البلان كامل، وما جاو دابو البلان واحد البلان قديم ووقع تماك تزوير. الحاج كنشوفو دابا الان دوزو واحد الطريق وربما شي شحال تهدم حاليا الفيلات، شحال حاليا اللي تهدم؟ جوج فيلات اللي تهدمو الاولين، من بعد غيجيو خمسه د الفيلات اخرين، هذا غيكمل هاد الفيلات من بعد غيدير الحكم غيمشي ثاني يدير واحد الاجراءات ديالو باش يدير تنفيذ على الناس اخرين. هاد الناس ديال الجامعه ولا العماله ولا المقاطعات واش ما كيدخلوش وكيشوفوا؟ الجامعه عطاتنا رساله بانها الطريق تلغات. اسم الجامعه ديالك؟ الجامعه ديال المعارف عند السي القادري. والو هاد الطريق ما بقاش يجي واحد الشخص بارتيكولي ويجي هو اللي غادي يطيح، خاص تجي الجامعه. شكون الاختصاص ديالو في الطرقان؟ هما الجامعات. مادام كتجي الجامعه تنفذ عليك، مرحبا الجامعه غادي تدير معك الاجراءات القانونيه وغتنفذ عليك. باش يجي واحد الانسان شخص اللي كيتسمى اوداد وكيقول انا اكثر من السلطه باش ينفذ عليك، هادشي راه هو كينفذ عليك لانه دلا بواحد الوثائق اللي مزوره، لان ديال السنوات قبل ما تدوز لوطوروت. هذا هو الجديد فوالا بلان داميناجمون الجديد اللي تنشر في الجريده الرسميه، ها هو بتاريخ 19 جوان 2014. وفي هذا البلان داميناجمون دونك في هذا هنا كاينه لوطوروت اللور، هنا كاين الطريق ديال زنقة العيون، وما كاينش ما كيبانش هنا شي اثار ديال شي طريق دايز للور. وعفاك هاد الفيلات الان فين هما؟ هاد الفيلا اللي تم الهدم ديالها الاولى هي هادي، ودابا تم الهدم ديال الفيلا الثانيه اللي هي هادي باش طولوا هاد الطريق وصلوها هنا. الطريق طولوها بالنسبه للمحكمه ما اعتمدتش مثلا على هاد التصميم هذا؟ لا هادي نقاط استفهام، هادي نقاط استفهام كنطرحوها، نقاط استفهام لان هذا خرج في الجريده الرسميه فهمتي، وساني عليه رئيس الحكومه. ففينا هو الامتداد ديال هاد الطريق هنا؟ مباني محفظه، هادي مباني محفظه، والتحفيظ الملكيه للمحفظه راه كنصالح الدستور في الفصل 15 الملكيه نعم. كما قلنا الحاج بانه دابا حاليا اللي باقيين جوج راه مشاو، واللي معرضين ثاني للهدم ثاني سبعه خمسه اخرين. تماما، وحده جوج ثلاثه اربعه كاينين هنا، اربعه اخرين لهم طرق وهميه لا وجود لها.